السلام عليكم بنات كيف دايرين لاباس عليكم احوال طيبه ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الاول الاخير اليوم باذن الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بديل الموتزاريلا وان شاء الله نعطيكم الراي ديالي بكل صراحه فعندي هنايا لتر ونصف من الحليب الحليب يكون ديال البقر يكون كامل دسم ان شاء الله عندي هنايا نصف كيس من خميره الحلويات اولا بيكنج باودر كيف كتشوفوا عندي كذلك ان شاء الله باذن الله عندي ملعقه مع مرش صغيره ديال الملح وعندي جوج فرماجات مثلتين اي نوعيه عندكم وكذلك الا عندكم كيري تقدروا تستعملوه عندي هنا بيضه غادي نستعمل غير الاصفر ديالها وما غاديش نستعمل الابيض وعندي كذلك هنايا الخل الابيض تقدروا تستعملوا حتى الخل العادي غادي نستعمل ثلاثه الملاعق خليكم معايا حتى الاخر باش الطريقه ها انتم البنات كيف كتشوفوا فانا حطيت الحليب ديالي على النار باش يغلي ان شاء الله بعد ما كيغلي لي الحليب فانا كنضيف ثلاثه ديال الملاعق كبارين ديال الخل انا استعملت الخل الابيض هو اللي متواجد عندي وانتم يمكن لكم تستعملوا اي خل متواجد عندكم فانا غادي نحني يعني النار على المتوسط وغادي نبقى نحرك شويه بشويه حتى كنشوف هذاك الحليب ديالي المصل ديالو بدا كيتعلى كيف كتشوفوا على الشكل حتى كيبدا يختار لينا الحليب وكيتعزل لينا هذاك البصل بوحديته كيف كتشوفوا فغير بشويه كنحرك لان كياخذ شويه الوقت كنبقى نحرك واحد الدقيقه ولا جوج ديال الدقايق عاد كنحصل على النتيجه اللي محتاجين فيها يعني باش نحضروا الفرماج ديالنا اولا الموزاريلا ديالنا كيف كتشوفوا البنات فان شاء الله باذن الله انا غادي نستمر في التحريك نتلاقاو ونشوفوا كيفاش رجع الحليب ديالنا خليكم معايا ها انتم البنات كيف كتلاحظوا فالحليب ديالي ولا جاهز ان شاء الله كيف كتشوفوا ان البصل تعزل بوحدو وديك التكتلات الحليب كذلك تعزلات بوحديتها فان شاء الله باذن الله دابا ولا جاهز باش ندوز المرحله المواليه خليكم معايا ها البنات ان شاء الله باذن الله جبت واحد الاناء وعملت فوق منه صفايه وغادي نصفي ان شاء الله الحليب ديالي المصل غادي يهبط لتحت وعندنا الغرض حنا بهذيك التكتلات اللي كتبقى لنا في الصفايه فنحاول انني نهبط ديك المصل كامل اللي كيكون عندي في الصفايه ولا بقات شي حاجه قليله فان شاء الله باقي غادي نخدمه في المقله ديالنا وغادي ينشف مع الحراره فكيف تلاحظون هذه آه آه هي الكميه اللي عطاني ديال المصل بالنسبه لهاد المصل البنات باقي غادي نستعملو ان شاء الله معكم في وصفه فكي يصلح يعني ديك المصل في عده وصفات تقدروا تعجلوا به الخبز كيجي الخبز ديالكم متبك وكيجي غزال وكيجي خفيف آه. تقدروا تعجلوا به كرواصه تقدروا بزاف د المسائل دابا ان شاء الله هذاك الشيء اللي غادي نعمل به غادي نصور معكم ان شاء الله باذن الله حيت حتى المصل غادي نستافدوا منه ان شاء الله ما غادي نضيعوا حتى شي حاجه كيف كتشوفوا فانا نستمر على الطريقة حتى غادي نهبط الماس اللي عندي كامل وغادي ندوزو المرحله المؤاليه ان شاء الله باذن الله فانا غادي نجيب هاث كما كيف كتشوفوا فانا تقريبا قطرتو كامل يعني بقاو شي قطيرات ماشي مشكله باقي غادي نخدموه ان شاء الله في المقلاة فانا جبت المقلاة الغير لاصقه كيف كتشوفوا وغادي نحاول نضيف باقي المكونات ونكمل ان شاء الله اردو على النار ونستمروا في التحريك حتى نحصلوا على واحد الجبنه اللي تكون متماسكه ان شاء الله كيف كتشوفوا فانا غادي نضيف يعني المكونات غادي نضيف هاد جوج ديال الفرماجات كيف سبق لي قلت بالنسبه للفرماج تضيفوا اي فرماجه عندكم حتى الفرماج المربع تقدروا تضيفوه وتقدروا كذلك تضيفوا جوج بيضات الا بغيتوا الحجم يعني اولا الكميه تكون كثيره كيف كتشوفوا فانا غادي نخلط واحد شويه واحد أه أه باقي ما ديتش المقله ديالي على النار باش ما ليا البيض بيت ما يدفى لي البيض وغادي نمشيو على النار باش نكملوا يعني المرحله المرحله المواليه خليكم معايا ها انتم البنات فانا رديت المقله ديالي على النار على نار اللي تكون أه يعني مهيله كيف كتشوفوا وغادي نستمر في التحريك ان شاء الله حتى ندخل المكونات مع بعضياتهم وان شاء الله نحصل على واحد الفرماج اللي يكون متماسك ففي الاول البنات فراه يعني آه المكونات لنا لينا وكيولي لنا هذاك يعني الخليط خفيف خفيف بزاف ومن بعد ان شاء الله هو كيطيب كي وهو كيزيد آه ان شاء الله كيتجمع كيتجمع حتى كيعطينا هذيك الفورما او هذيك القسحيه ديال فرماج موتزاريلا كيف كتشوفوا فنستمر في التحريك فهو كيدي كي يعني الوقت في التحريك راه انا حركت شي يعني شي 8 دقائق وانا كان نحرك على هذا الشكل ف انا مزربه الفيديو باش ما يجيني شي طويل كيف كتشوفوا فغادي نستمر هكذا غادي نبقى نحرك على هذا الشكل الا عندكم آه يعني ستاتين فيمكن لكم تستعملوها فانا ما عنديش كنستعمل غير هذه الملعقه خشبيه ونفس تقريبا نفس يعني آه النتيجه كيف كتشوفوا على هذا الشكل فغادي نبقى نحرك نحرك ان شاء الله حتى آه كيف سبق لي وقلت يجمع ان شاء الله هذاك الجبن ديالي كيف كتشوفوا فهو ان شاء الله بدا كيتجمع شويه بشويه كيف كتشوفوا فحاولوا انكم تحيدوا ديك الحبيبات كامله اللي كتكون لا ديال الفرماج ولا ديال البيض كيف كتشوفوا على هذا الشكل فنستمر في التحريك وما نساوش الجوانب باش ما لينا ويتحرق على هذا الشكل البنات فان شاء الله باذن الله في الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم يعني الراي ديالي بكل صراحه في هذا الجبن وغادي نقول لكم واش تزعموا تجربوه او لا بلا ما فيه الوقت فاستمروا او لا كملوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تسمعوا الراي ديالي كيف كتشوفوا ها هو بدا كيتجمع الجبن ديالي ها انتم البنات راه بدا كيتجمع ملي غادي تشوفوه بدا يلتصق يعني في المقلاة فيعني حركوه بالزربه باش كيتجمع لكم بسرعه كيف كتشوفوه على هذا الشكل فان شاء الله باذن الله ملي بدا كيتجمع فراه صافي كيكون طاب وكتكون هذيك هي المرحله الاخيره ها انتم البنات على هذا الشكل <applause> كيف كتشوفوا فملي كتوصلوا لهاد المرحله حاولو تجمعوه يعني في الوسط باش كتحصلوا على هذيك الكره او لا كتحصلوا على الشكل الدائري كيف كتشوفوا فاللون ديالو ولا يعني بحال اللون ديال الفرماج الاحمر كيف كتشوفوا فنحاول نجمعو على شكل دائره على هذا الشكل <applause> وان شاء الله نطفيو النار خليكم معايا خليكم <applause> معايا ها نتوما البنات كيف كتلاحظوا فانا جبت واحد السلافه ودهنتها بالقليل من الزيت وكذلك دهنت اليدين ديالي بالزيت وغادي ناخذ هذيك الجبن ديالي وغادي نحاول يعني نشكلو على شكل دائره في يدي وغادي ان شاء الله باذن الله آه نعملو في هذيك الزلافه ونحاول نضغط عليه باش ياخذ لي هذاك الشكل آه يعني اولا القاع ديال الزلافه باش يجي الشكل ديالو دائري ان شاء الله كيف كتشوفوا على هذا الشكل غادي نضغط عليه آه كيف كتشوفوا على هذا الشكل باش ياخذ لي ان شاء الله آه الشكل ديال الزلافه وغادي نجيب السلوفان وغادي نحاول نغطيه مزيان باش ما يدخلش ليه الهواء وندخلو الثلاجه 24 ساعه ونشوفوا الشكل النهائي ها انتما البنات كيف كتلاحظوا من بعد ما دازت 24 ساعه على الجبن ديالي هو في الثلاجه فانا جبدته وخرجت سلوفان كيف كتشوفوا فراه ساهل لاننا يعني دهنا القاعده السفلى بالزيت فدغيا يعني كيتجبد كيف كتشوفوا فهو خدالي داك الشكل الدائري ديال الزلافه فانا ان شاء الله غادي نقطعه وغادي نشوفوا القوام ديالو كيفاش داير فبالنسبة بالنسبه للقوام البنات فراه القوام ديالو كيجي عادي فحال الجبن اللي كنشريو يعني في التقطيعه ديالو آه كيف كتشوفوا راه كيجي فحال الجبن تماما آه اما بالنسبه للكميه فراه كتجي كميه قليله بزاف فلتر ونصف الحليب خرج لي هذه الكميه اللي كتشوفوا هذه هي الملاحظه الاولى فراه ما كيخرجش كميه كثيره هذه غير يعني كملاحظه خليكم معايا ها انتما البنات كيف كتلاحظوا فانا ان شاء الله غادي نبدا نحك في الفرماج ديالي ونشوف واش فعلا الفرماج بديل لا واش فعلا الهضره اللي كيقولوا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي لانه يعني داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وكيقولوا بلي بديل وناجح ناجح بالمئة فدابا ان شاء الله غادي تشوفوا كل شيء على انكم وغادي نعطيكم الراي ديالي بكل صراحه كفكره البنات فانا عندي هنايا واحد شويه ديال الحوت شاطلي من الفطور حوت مقلي او قلت علاش لا يعني السحور ما غاديش يبغيو يتسحروا به لان ما غاديش يجي يعني الحوت مقلي في السحور فانا قلت ما نضيعوش الا جلست الغدا ما غياكلو تا واحد ارى ان شاء الله نعدل البي شي بيزا راه كيجي رائع وان شاء الله يعني اوميمطو غادي نجرب لكم الجبن باش تشوفوا على انكم النتيجه ان شاء الله فانا حكيتو على هذا الشكل موجده ديجا لاباط ديال ديال البيتزا ديالي فانا ان شاء الله غادي نحضرها قدام عينيكم بهذا الجبن هذا وتشوفوا يعني على انكم واش فعلا كيجي يعني مجبد وكيجي سايح واش فعلا المذاق ديالو رائع كيف كيقولوا فكل شيء غادي تعرفوه معايا بعد قليل فخليكم معايا ما تمشيو فين انا بيكم ما بكم حتى نتوما ما تسخاوش بيا كيف كتشوفوا فص لاصوص طوماط ديجا شاركتها معكم اللي كتجي لذيذه كتجي رائعه عندي دائما واجده في الثلاجه فكندير القليل يعني من الجبن في الاسفل باش كيجيني سايح وكذلك دابا غادي نعمل هذاك الحوت ديالي اللي شيط ليا بيتزا رائعه فهذه فكره ما تفلتوهاش البنات ديما اعتمدوها ان شاء الله باش ما تفسدوش يعني الاكل باش ما تضيعوش وكذلك باش تبرعوا الوليده ديالكم كيف كتشوفوا فانا غادي نضيف الباقيه ديال الجبن من الفوق وغادي نضيف شويه ديال الزيتون كحل غير باش يعني للزيان وندخلها طيب ان شاء الله خليكم معايا ما تمشيو فين ها انتم البنات بعد ما طابت لي البيتزا ديالي فهي كتجي على هذا الشكل هذا اول ملاحظه فالجبن ديالي راه ما كيسيحش وما كيجينيش مجبد فحال اللي كيقولوا آه... ثاني ملاحظه انه يعني ملي قيست البيتزا كليتها ما كيجيش لذيذ كيف كيقولوا يعني افضل كيقولوا من ديال المحلات هذه ثاني ملاحظه ثالث ملاحظه وكيف سبق لي قلت انه ما كيعطيش كميه كثيره ف اطروا نصف ديال الحليب راك شفتوا شنو عطاني عطاني واحد الكميه قليله آه الرأي ديالي بكل صراحة فلا يستحق التجربة ولا ما تضيع الوقت فيه آه ماشي اقتصادي كيف كيقولوا وما كيجي السايح ها البنات راه هكذا كيف حطيته آه يعني داب وصافي ما كيجي السايح هذا هو الراي ديالي بكل صراحه بلا ما تجربوا هذا بديل المتزاري لا فراه ماشي اقتصادي وماشي لذيذ وما كيجي السايح هذا هو الراي ديالي بكل كل صراحة مع كل احتراماتي الناس اللي ديجا قدموه القنوات ديالهم اوكي شكروه فانا التجربة ديالي الخاصة به فراه ما جزوين ما بقى لي الا نقولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته